حديث صحيح ما فيه ما تقول، حديث صحيح ما فيه ما تقول، حديث صحيح ما فيه ما تقول، حديث صحيح ما فيه ما تقول. كل عالي فك الأسير، كل عالي فك الأسير، كل عالي فك الأسير، كل عالي فك الأسير. اللجنة المشتركة، كل عالي فك الأسير، كل عالي فك الأسير. اللجنة المشتركة، اللجنة المشتركة، تخوض هذه المعركة، تخوض هذه المعركة بطريقة سلمية، بطريقة سلمية، بطريقة سلمية، بطريقة سلمية. لافتة مكتوبة وهتافات منشودة، وهتافات منشودة، وراها صح مش مكتوبة، وراها صح مش مكتوبة. نقف اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام مقر البرلمان المغربي في الذكرى 14 لأحداث 16 مايو الأليمة، لنسلط الضوء مجددا على هذه الأحداث التي نعتبرها يعني أحداث أليمة بالفعل، فنسج عنها صنفين من يعني الضحايا. الصنف الأول الناس اللي ماتوا في الحين ولهم منا كل التضامن، دائما طالبوا النادي بإعادة فتح تحقيق نزيه، وكون أننا بحكم أننا حنا المتهم الرئيسي بهذه الأحداث هذه، حنا كنطالبوا الدولة بالكشف الحقيقة للمجتمع المغربي باش يعرفنا على حقيقتنا. تحية عالية، تحية عالية، تحية